النهاردة بعنوان الماتر. ميس احنا لسه جونيور 4 واول مرة ناخد ساينس. الساينس صعب جدا، بالعكس مادة الساينس شيقة جدا جدا جدا. طب تعالي يا ميس معانا فاهميني معنى كلمة الماتر. يعني ايه كلمة ماتر؟ هقول الديفينيشن الاول وبعد كده ابدأ اشرح واقول كل حاجة فيه. كلمة ماتر يعني ايه؟ any thing has volume and mass. شفتي بقى يا ميس؟ كلام طلع صعب جدا، بالعكس يا اولاد كلام سهل جدا. كلمة ماتر يعني anything، يعني كل حاجة حواليا، بس بشرط يكون عندها volume ويكون عندها mass. تاني يبقى كلمة ماتر يعني ايه يا ميس؟ anything has volume and mass. تاني ماتر يعني ايه؟ anything has volume and mass. طب ميس بعد اذنك انا مش عارف كلمة volume يعني ايه ولا عارف كلمة mass يعني ايه. طب بالراحة واحدة واحدة. كلمة volume يعني واخدة مكان، ليها مكان او ليها حيز، واخدة مكان حواليا. طب وكلمة mass يعني كتلة، يعني اقدر اوزنها على الميزان. اتفقنا؟ تاني يبقى كلمة matter يعني ايه؟ anything has volume and mass. anything has volume and mass. وفهمنا يعني ايه كلمة volume، معناها مكان او حيز. طيب وكلمة mass يعني كتلة، يعني ليها تقل، اقدر اوزنها. اتفقنا؟ طيب وضحي اكتر كلامك يا ميس. ممكن نسأل اصدقائنا ايه الحاجات اللي حوالينا ممكن نعتبرها matter. مين يعرف دي ايه يا ولاد؟ water. اوكي water is a matter. يبقى انا عندي اول حاجة عرفتها ان الووتر دي matter. اوكي يا ميس. number 2 بالون. طب انا عايزة اللي جوه البالون يا ولاد. ايه اللي جوه البالون؟ air. اللي جوه البالون ايه؟ air يعني هواء. والاير برضو matter. معقولة يا ميس الاير matter؟ ايوه الاير matter عشان ليه مكان، هو واخد مكان. اتفقنا؟ طيب ده هنشرحه الدرس اللي بعد ده ان شاء الله. طب ايه كمان يا ميس؟ البن matter. ايه دي البن؟ ايه كمان؟ وعندي الاير الحديد، والحديد كمان matter، والايس التلج matter، والبلاستيك الحاجات البلاستيك كلها matter. اهي بلاستيك. ايه كمان حواليا؟ وود. يبقى حاجات كتير جدا من اللي حواليا اسمها ايه يا اولاد؟ اسمها matter. يبقى التعريف بتاعي او الديفينيشن بتاعي للماتر is anything has volume and mass. يبقى الحاجات اللي حواليا اللي عندها فوليوم وعندها ماس يبقى اسمها ايه؟ matter. سهله ولا صعبه؟ سهله جدا. تاني anything has volume and mass يبقى اي حاجه حواليا زي الووتر او الاير او البن او الاير او الايس او بلاستيك او الوود، كل الحاجات دي اسمها ايه؟ matter. طب ليه يا ميس سميناها matter؟ عشان عندها volume وعندها ايه؟ mass. طب ميس احنا كده فهمنا الجزء ده، ممكن حضرتك تشرحي بيجي ازاي في الامتحان الجزئية دي؟ تمام يلا بينا واحدة واحدة. اول سؤال بيجي اسمه complete. اظن كلنا عارفين كلمة complete يعني ايه؟ complete يعني اكمل. طب هكمل ازاي يا ميس؟ واحدة واحدة. number one يجي في الامتحان ويقول لي matter has عندها dots and dots. سهلة جدا. يبقى الماتر عندها ايه يا ميس زي ما اتفقنا؟ عندها volume ها وعندها ايه كمان؟ mass. صح كده انا خدت الدرجة بتاعتي. يبقى اول حاجة في complete هكمل، انا حافظ الديفينيشن بتاعي الماتر. والماتر بتقول ايه؟ anything has volume and mass. فجت لي كومبليت. matter has dots and dots. يبقى الماتر عندها ايه وعندها ايه؟ volume and mass. ممكن تيجي بشكل تاني. matter اكتب لي سؤال طويل قوي. is any thing has dots and dots. برضو انا حافظ الديفينيشن بتاعي ان الماتر هي اي حاجة عندها ايه وايه يا ولاد؟ volume and a mass. انا كده خلصت سؤال الكومبليت. نقول تاني. يبقى يا ميس لو جات لي كومبليت انا حافظ الديفينيشن، ومن الديفينيشن اللي انا حافظه اقدر اكمل الكلام بتاعي.
matter has dots and dots. عندها ايه وعندها ايه؟ قال لي عندها volume وعندها ايه؟ mass. اوكي تمام. matter is anything has dots and dots. عندها ايه برضو؟ volume وعندها mass. اوكي تمام. يبقى ده كان اول سؤال عندنا. طب السؤال التاني يا ميس، يجي في الامتحان ويكتب لي كلمة matter ويسيب لي جنبها فاضي ويسيبني انا اللي اجاوب. يبقى هو عايز what is the definition of matter، عايزني اكتب له الديفينيشن بتاع ايه؟ بتاع المتر. فانا هقول الديفينيشن بتاعي ان المتر is any thing has volume، بس كده؟ لا لازم اكمل and mass. يبقى انا كده خدت المارك بتاعتي كامله. يبقى انا كده خدت سؤالين، اول سؤال كان ايه؟ complete. السؤال الثاني كان what is the definition، يعني لازم اكتب التعريف بتاعي. طب ميس في سؤال تاني؟ قال لي اه في سؤال تاني جديد. write the scientific term. write the scientific term، اول مرة اسمع السؤال ده يا ميس، شكله جديد خالص عليا. write the scientific term. تاني write the scientific term. write the scientific term. كمان مرة write the scientific term. ده زي عندكم في الدراسات اكتب المفهوم العلمي او المفهوم الجغرافي، عندنا بقى احنا هنا في الساينس اكتب المفهوم العلمي. اكتب ايه؟ المفهوم العلمي. يعني انا اشرح لك شوية حاجات وانت تقول لي انا بتكلم عن مين. اتفقنا؟ يلا بينا هنقرا تاني السؤال. write the scientific term. number one any thing has volume and mass. ايه ده يا ميس، انا سمعت الكلام ده قبل كده وحضرتك بتشرحي الديفينيشن، يا ترى كان الديفينيشن بتاع كلمه ايه؟ anything has volume and mass، ده ديفينيشن كلمه الايه؟ matter. يبقى ده تعريف كلمه ايه؟ matter. ساعات بقى بيضحك عليا في الامتحان ويقول لي حاجه غريبه قوي، everything ما خدتهاش. لا والله كلمة everything هي ايه؟ anything. everything has space cuboid خدتهاش بالراحة. and mass يا ترى بتكلم عن مين يا ميس؟ حضرتك لقيت كلمة ميس مكتوبة هنا لكن بدور مش لاقي كلمة volume، صح كده؟ قال لي كلمة space cuboid equal volume. يبقى هو بيضحك عليا، بيكتب لي another meaning، كلمة تانية تساوي كلمة volume اسمها ايه؟ space cuboid. اسمها ايه؟ space cuboid. تاني يبقى everything has space cuboid and mass. ايه ده يا ميس؟ space cuboid يعني ايه؟ volume وماس. يبقى انا عندي ماس وعندي volume، يبقى انا بتكلم عن مين؟ عن الماتر. تهيألي كده الموضوع بقى سهل شوية، صح كده؟ تمام. ناخد سؤال تاني جديد. give reason. يعني ايه ميس give reason؟ give reason يعني اذكر السبب. give reason يعني ايه؟ اذكر السبب. قول لي ليه؟ حضرتك قايله من شويه ان الووتر از ايه؟ ها؟ a matter، صح كده يا ولاد؟ وقلتي برضو ان الاير الهواء از a matter، تمام. وقلنا كمان ممكن نقول الود الخشب is a matter. تاني يبقى انا عندي ثلاث حاجات اهم قدامي، water is a matter عايزه اعرف ليه، وair is a matter برضو عايزه اعرف ليه، والwood is a matter عايزين نعرف كل واحده من دول ليه اسمها matter. تاني ليه الwater matter؟ اكيد عشان ليها مكان وليها كتله، والair برضو matter عشان ليها مكان وليها كتلة، والود برضو متر عشان ليها مكان وليها كتلة. يلا نقولوها بقى ايه بطريقتنا. water is a matter. لازم السؤال بتاع give reason اجاوب عليه بكلمة because. لازم اجاوب عليه بكلمة ايه؟ because. because يعني بسبب او لان. ليه الووتر متر يا ميس؟ because it has volume and mass. يبقى هي عشان عندها ايه وايه؟ عندها volume and mass. تاني تاني ليه الووتر ماتر؟ because it has
volume and the mass عشان عندها volume وعندها ايه mass. Understand? Yes يا ميس احنا كده فهمنا. طب air is a matter للهواء matter برضو هقول له because it has volume and the mass. بتهيالي كده ان الموضوع سهل جدا. تاني يبقى الـ air ليه matter because it has volume and mass. طب يا ميس ليه الوود بقى الخشب هو الخشب كمان متر؟ قال لي ايوه مش هو واخد مكان صح وليه تقله اقدر احطه على الميزان. يبقى الوود از ا متر بيكوز ها ات هاز فوليوم اند ايه فوليوم اند ماس. يبقى انا كده جاوبت الاسئله بتاعتي بتاعت الجيف ريزون. نقول تاني السؤال. السؤال اسمه ايه يا اولاد؟ جيف ريزون. اسمه ايه؟ جيف ريزون يعني قول لي السبب. ليه الووتر متر؟ water is a matter يبقى هقول له because يبقى لازم إجابة سؤال give reason because it has volume and mass because it has volume and mass. طيب سؤال تاني ليه the area miss matter برضو because it has volume and mass. السؤال الأخير ليه the wood matter because it has volume and mass. يبقى أنا هرجع تاني للديفينيشن بتاعي ان اي حاجه عندها فوليوم وعندها ماس اسمها ايه؟ ماتر. اسمها ايه؟ ماتر. طب سؤال عادي بقى خالص سهل بيقول لي ايه؟ كوريكت اندرلاين يعني صحح الحاجه اللي تحتيها خط. معنى كده ان هو كاتبها غلط. طب يا ميس بالراحه ماتر هاز ماس اونلي وسايبني بقى انا اتصرف. ميس ماتر هاز ماس اونلي؟ طبعا لا. الميس حفظتهاني من شويه ان الماتر هاز فوليوم اند ماس. يبقى انا هشطب على كلمه فوليوم واكتب له اند فوليوم. سوري هشطب على كلمه اونلي واكتب له اند فوليوم. اوكي كده؟ واحده كمان ماتر هاز فوليوم اونلي. بالراحه يا ميس انا مش فاهم. لا بالراحه. correct underline يعني نصحح الحاجة اللي تحتها خط. طب ميس ينفع المتر عندها volume only؟ لا طبعا. أمال عندها ايه؟ عندها volume and mass. يبقى انا كده عملت كمان الايه؟ الكوريكت. understand؟ yes. يبقى كده ده كان عنواننا النهاردة بتاع درس المتر وعرفنا الديفينيشن بتاعت المتر وقدرنا نجاوب على كل الأسئلة.